الميدان اليوم ملك للثوار، الثوار الذين يعودون للميدان بالملايين وقتما يشاؤون ووقتما تكون الثورة في خطر. حضرتك دلوقتي في حالة عدم استجابة المجلس العسكري وصاحب وسط السلم، ما هي الفعاليات اللي ممكن تعمل غير مليوني نار؟ لا، هيستجيبوا غصب عنهم، هيستجيبوا غصب عنهم، زي الأكبر منهم واللي جابهم ما استجابوا ومشي. لا، عندنا حاجات كتيرة بقى، عندنا حاجات كتير لا حدود لها إلا السلمية، كل الوسائل السلمية وكل الخيارات السلمية متاحة.